شرع الله، شرع يشمل كل شيء ويصلح لأي زمان ومكان، لأن الذي شرعه هو الله تبارك وتعالى الذي لا يعتريه الخلل ولا النقصان. يستمد هذا الشرع كماله من كمال من أنزله. والله تبارك وتعالى منزه عن النقص، موصوف بكل صفات الكمال. كونوا مدافعين عن شريعة ربكم، كونوا واقفين بالمرصاد لكل من يحاول أن يحارب هذا الشرع، ولكل من يحاول أن يجنب هذا الشرع عن حكم الناس. والله لن يأتينا الخير سواء كان هذا خير اقتصاديا أو أمنيا إلا باتباع منهج ربي. قال تعالى في أهل الكتابين من قبلنا: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار. اللهم أمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، لابد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى إنما خلقنا لغاية شريفة، خلق الخلق ليعبدوه، فما خلق الناس سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لأن الله تبارك وتعالى تعالى عن العبث. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كده بلا فائدة، بلا هاء، يعني لا نكلفه بشيء، ويظلم من ظلم، ويسرق من سرق، ويفتري من افترى، ثم بعد ذلك يتساوى الجميع عند الموت
فلا يحاسب الظالم ولا ينصف المظلوم؟ أتظن أن الله تبارك وتعالى يفعل مثل هذا؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ إذن فخلقنا ربنا تبارك وتعالى كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون. وأرسل ربنا تبارك وتعالى الرسل وأنزل الكتب وسلت السيوف وكانت الغزوات من أجل إقرار لا إله إلا الله في الأرض. وما من رسول إلا وجاء وقال لقوم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. هذا أمر. الأمر الآخر الذي ينبغي أن نعلمه جميعا أن الله تبارك وتعالى لا ينتفع بطاعة عباده، كما أنه جل وعلا لا يضر بمعصية العاصين، فلا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، لأن الله تبارك وتعالى ببساطة شديدة غني عن العالمين. فالله تبارك وتعالى حينما يأمرنا بعبادته يأمرنا للخير لنا، يأمرنا بالخير لنا. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. هذه حقائق وثوابت لا ينعقد إيمانك إلا إذا آمنت بها. فمن ثم نأتي إلى حقيقة الإنسان المخلوق وإلى حقيقة الله تبارك وتعالى الخالق، حتى تعرف قدرك وحتى تعرف حجمك. من هو الإنسان؟ هو ذلك المخلوق الضعيف الذي يعتريه النقص والنسيان، وخلق الإنسان ضعيفا العجول، وكان الإنسان عجولا الذي ينسى، الذي يحب المال حبا جما، الذي يمرض، الذي يموت، الذي تخور قوته. خلقه ربنا من ضعف، ثم جعل من بعض ضعف قوة، ثم جعل من بعض قوة ضعفا وشيبة. فإذا هذا هو الإنسان وهذه هي حقيقته. الله تبارك وتعالى من هو الله؟ وصف نفسه تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. دي بعض صفات وصف بها ربنا تبارك وتعالى نفسه. ناهيك عن كونه فاطر السماوات والأرض، ناهيك عن كونه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ناهيك أنه يحيي ويميت، ناهيك أنه له ملكوت السماوات والأرض. إذن فهو هذا هو الله الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فأنا لا أدري حقيقة هؤلاء
الذين يعارضون ما أنزل الله ولا يريدون أن يمتثلوا لأوامر الله تبارك وتعالى. أيفعلون ذلك بجهل؟ يعني يجهلون حقيقة أنفسهم ويجهلون حقيقة ربهم جل وعلا؟ فإن كانوا يفعلون ذلك وجب علينا أن نعرفهم من هو الله ومن هم. أما إن كانوا يفعلون ذلك ظنا منهم أنهم يتهمون ما أنزل الله بأنه لا يصلح لهذا الزمان وأنهم فوق ما أنزل الله، فنقول لهم أنتم نسيتم حقيقة أنفسكم فأنتم عبيد، وليس للعبد أن يقارع سيده، وليس للعبد أن يناقش سيده، لأنه لا بد أن تعلم حجمك وقدرك وأن تعلم قدر خالقك. وإن كان الله قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، برضو ما قدر الله حق قدره في هذه القضية عندما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تخفونها وتبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم وآباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. إذن فحقيقة الإنسان لابد أن يعلم نفسه ولابد أن يعلم أن نظرته قاصرة، والرب جل وعلا هو الذي خلق الخلق بعلمه وبقدرته ويعلم ما يصلح للخلق. هذه مقدمة لابد أن نفهمها جميعا ولابد أن نوقن بها جميعا، علشان لما تلقى المخابيل اللي مليين الدنيا صراخ في كل قناة وتقلب هنا يقول لك النخبة، تقلب هنا يقول لك الخبير الاستراتيجي، تقلب هنا يقول لك مش عارف أستاذ العلوم السياسية في إيه، تقلب هنا، وهم أبعد ما يكون عن فهم حقيقة أنفسهم. إنما سول لهم الشيطان أنهم فوق شرع الله. ومنهم من يقول لا، لن نسمح أبدا بأن نحكم بالشريعة، ولن نسمح أبدا بدولة دينية، ولن نسمح. مين أنت عشان تسمح وتسمحش؟ ده أنت نازلة برد يبتليك الله بمكروب كده بفيروس صغير بترقد ما بتنزلش 3-4 أيام، حنجرتك دي اللي بتحارب بها الله هي من خلق الله، يستطيع ربنا تبارك وتعالى أن يمسك لسانك فلا يتكلم وأن يحبس صوتك فلا يخرج. من أنت أيها الضعيف؟ بل إن الفلسفة التي تتكلم بها والعلم الذي أخذت به دكتوراه هذا من فيض نعمة الله عليك ليبلوك ليختبرك هل أنت ستعمل بهذا العلم في طاعة الله أم ستعمل به في حرب الله تبارك وتعالى وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن شرع الله، نحن آمنا وشهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مش ده مدخل الإسلام وده الركن الأول من أركان الإيمان أن تؤمن بالله، الركن الثاني أن تؤمن برسله وكتبه
وملائكته واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره، دي أركان ستة للإيمان. لو انتقض منها ركن عندك كفرت بالله وخرجت من ملته. فأنت آمنت بالله، يعني إيه آمنت؟ ما معنى أنك آمنت بالله؟ شهدت أنه هو الإله وأنه الذي يسود أمرك والذي يدبر أمرك، فلا بد أن تنطرح أمامه تسليما وانقيادا، وده معنى الإسلام، استسلام لأمر الله تبارك وتعالى. إذن فالله يقول وأنت تقول سمعنا وأطعنا. ولذلك لما نزل قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال الصحابة ومن منا لم يظلم نفسه؟ قال ليس كما تظنون، وإنما كما قال العبد الصالح لابنه، أو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإيمانك لا ينبغي أن يقرن بشرك. وعندما أنزل الله تبارك وتعالى قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فقالوا يا رسول الله كيف حق تقاته؟ قال أتريدون أن تقولوا مثل ما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فما أنزل الله تبارك وتعالى للخلق إلا الخير. فهنا بقى نأتي إلى الكلام عن الشريعة، لأن بعض الناس عندما نتكلم عن الشريعة يقصرون الشريعة بأنها الفقه، أو يقصرونها على الحدود. تعوزون تقطعوا للسارق، تريدون أن ترجموا الزاني، تريدون أن تفعلوا كذا وكذا، دي حدود محدودة، سبع حدود أو ثمان حدود. حد القتل هو القصاص، حد الزنا وهو الرجم أو الجلد، الجلد للبكر والرجم المحصن، حد القذف اللي يرمي إنسانا بالزنا أو يرمي امرأة بالزنا ولم يأتي بالشهود الأربعة، حد السرقة، حد الحرابة، هذه حدود بسيطة جدا. وحد القتل قلناه في الأول القصاص، وحد الردة القتل، أن يرتد عن دين الله بعد ما دخل فيه، هذه بسيطة جدا في دين الله قليلة. أما الشريعة فيقصد بها ما أنزله الله تبارك وتعالى من الكتاب وما نطق به نبينا صلى الله عليه وسلم ونقل عنه صحيحا، دي الشريعة. ولذلك علماؤنا يقولون الشريعة بهذا المفهوم لا يعتريها تبديل ولا تعطيل ولا تحريف، لأن مش هنقدر نبدل كلمات الله ولا نقدر نبدل كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن كان صح عنه. إنما احنا بنتكلم في حديث مثلا فيه ضعف. أما الفقه فهو العلم بالأحكام العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، يبقى الشريعة أعم من الفقه. ولذلك الفقه يدخل فيه الاختلاف ويدخل فيه الخلاف، لأن عبارة عن اجتهادات عقلية في نصوص الشرع الظنية الدلال. ده إيه؟ ده الفقه. يعني ما ينفعش أجي أجتهد في قول الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله، دي آية شهد الله أنه لا إله إلا هو، إنما من الممكن أن أجتهد في قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. لماذا؟ لأن كلمة القرء كلمة مشتركة بين الطهر وبين الحيض، فهل تمكث المرأة ثلاث حيضات وأول ما تجيلها الحيضة الثالثة يبقى بانت من زوجها بينونة صغرى وما ينفعش ردها إلا بعقد جديد ومهر جديد، ولا القرء معناه الطهر يعني لازم تطهر من الحيضة الثالثة
يبقى ده في خلاف، يبقى ممكن لحد الحيرة الثالثة على القول الثاني ممكن يردها، على القول الأول لو جت الحيرة الثالثة في أولها يبقى خلاص ما تنفعش يردها في الطلاقة، في الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية. إذن ده أمر ممكن نختلف فيه ونجتهد فيه. والنوازل التي تنزل بنا من بيع الأعضاء البشرية، التبرع بالدم، التبرع، دي حاجات ليست متناهية، وكلام الشريعة متناهي يعني محدود، القرآن محدود آياته، والأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم محدودة. فتجينا أحداث جديدة بتطرأ علينا، يبقى لابد أن يجتهد فيها العلماء بالقياس على ما هو حرام، فيقيسون الأمر الذي يشترك في العلة في مع الشيء الذي ثبت في القرآن أو السنة بأنه حرام، زي ما قاسوا على المخدرات على المسكرات مثلا. ما كانش في أيام النبي صلى الله عليه وسلم موجود لا بنجو ولا حشيش ولا أفيون، جد الموضوع ده، أشجار زرعت بعدين. طب نقيسها إزاي؟ نقيس حرمتها إزاي؟ نشوف مدى إضرارها بالإنسان، مدى إتلافها للإنسان، مدى إهلاك المال فيها إلى آخره، فنقيسها على عموميات الشريعة. إذن نخلص من الكلام ده بإيه؟ بأن الشريعة لا تبديل فيها ولا تحريف ولا تعطيل لها، إنما ينبغي أن نسلم لها لأنها من عند الله، ولا يأتيها الاختلاف أبدا. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إذن الشريعة بهذا المفهوم لا اختلاف فيها ولا اختلاف حولها، إنما ينبغي ينبغي أن نسلم لها. الفقه وهو هذا الموروث البشري والاجتهاد البشري من عقول الناس والفقهاء من قديم، في النصوص التي فيها ظن في المعاني ماشي نقول دي فيها اختلاف ونقول وناخد وندي معها. مثلا نجهر بالبسملة أو لا نجهر بالبسملة، نقرأ الفاتحة وراء الإمام أو لا نقرأ، فإمام يقول نقرأ وإمام يقول لا نقرأ، وهذا له دليل وهذا له دليل، ولكل وجهة هو موليها. بدا فقه. أما أصل الشريعة في الثوابت، هل ينفع واحد يقول لك أنا ممكن أصلي الظهر أو العشاء اللي صليناها دلوقتي ما نخليها خمسة، شمعنا أربعة مثلا، شمعنا، طب وليه ما أعليش صوتي في الظهر والعصر، شمعنا الفجر والمغرب والعشاء؟ حدش يقدر يقول في الكلام ده حاجة، لأن دي محكمات. فالله تبارك وتعالى أنزل آيات على النبي صلى الله عليه وسلم، في منها محكم ومنها متشابه، يعني ممكن ناخذ وندي في فهمه. والمحكم محكم خلاص، ما ينفعش. ينفع واحد يقول اشمعنى نحج في ذي الحجة؟ ما ينفعش نحج كل سنة نثبته في وقت طراوة كده بدل ما الحر بتاع مكة. ينفع يقول واحد الكلام ده؟ لا، هو الحج مرتبط بأشهر الحج. ينفع واحد يقول نثبت رمضان في شهر يكون ايه النهار بتاعه قصير وفي تراوه؟ ينفع ولا هو مرتبط بشهر قمري؟ ممكن تلقاه في صيف وممكن تلقاه في شتاء ويمر عليه كل 33 سنه تلقاه في نفس التوقيت الى اخره. يبقى دي تشريعات اخواننا انزلها الله تبارك وتعالى لا يتدخل فيها انسان. اما الفقه فيدخل فيه الاجتهاد. ناتي الى اصول عامه جاء الشرع، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى لنبي صلى الله عليه وسلم: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. حتى إن العلماء
يقول الشريعة جاية من كلام العرب الشريعة الماء التي من دخل فيها فإذا شرب روية وإذا اغتسل تطهر. شوف الماء الشريعة بيشبهون نقل اللفظ إلى ما شرعه الله من الدين ومن أصوله، وقالوا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هناك أصول معينة ثوابت في كل دين، ثوابت في كل دين ما فيها أبدا أخذ عطى ولا جدل ولا أي شيء من هذا. يعني اتفقت الشرائع على تحريم قتل النفس، اتفقت الشرائع على تحريم الزنا، اتفقت الشرائع على تحريم الشرك، دي ثوابت ما فيها أبدا خلل، ما يختلف فيها دين عن دين أو شريعة عن شريعة. وقال ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أهو اللي عاوزيننا نمشي على حسب دماغهم دول لا يعلمون، ربنا أمرنا أو نهانا عن اتباعهم، وأمرنا باتباع نبينا صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأمره ربه باتباع شرعه. قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. في الآيات في غاية الوضوح تنطبق على هؤلاء القوم في أنهم يريدون الصد عن سبيل الله، يريدونها عوجا. قال أحدهم مرة في إحدى الصحف يريدون أن يحكمون بكتب، خلي بالك هو مش عايز يقول بكتاب، فعاوز يشملها يعني توراة وإنجيل وقرآن، يريدون أن يحكمون بكتب أكل عليها الدهر وشرب. يعني إيه؟ قديمة. مثال أكل عليه الدهر وشرب يعني ده قديم أوي، اشتغلت فيه السنين. ما تشوف واحد كده انحنى ووصل 100 سنة وبتاع يقول ده أكل عليه الدهر وشرب، يعني السنين عملت فيه شغلها. فهم بيقول لك إن الكتب دي ما عادش تنفع، الكتب دي صفرت لا تصلح أن نحكم بها في عصر الذرة والصاروخ والإلكترون والكلام ده ما ينفعش. انت تعرف بهذا الكلام كأنه يتهم الله جل وعلا بأنه غفل عن أنه سيأتي عصر لا يصلح فيه أن يحكم الناس بشرعه. يعني عايز أقول لك كده إن ربنا سبحانه وتعالى ده لما نزل الكتب ينزلها للجماعة بتوع إيه؟ بتوع الجمال والحمير والبغال والناس اللي ساكنين البدو، كأنه عايز يقول لك ربنا غاب عنه وغاب عن علمه إن هيجي عصر الذرة والصاروخ والإلكترونيات والكلام ده، فبالتالي الشريعة بتاعته دي ما تنفعش لزماننا. هو عايز يقول كده بس ما يقدرش يقولها، فيجيبها لك بطريقة تانية. إذن فجاء شرع الله ليحفظ أولا كليات خمس. إيه هي الكليات الخمس؟ احفظها. شرع الله من كلام الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم جاء ليحفظ الدين ويحفظ النفس ويحفظ النسل ويحفظ المال ويحفظ العقل. دي الكليات الخمسة. ما تيجي بقى في التشريع تبص كده وتتأمل في كلام الله تبارك وتعالى، تبص تلقى الأساسيات أن الشريعة
جاءت لحفظ هذه الكليات الخمس: دين، فلا يعيش إنسان إلا بدين، واللي يرضى الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينة، كما قال إقبال شاعر باكستان: إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينة. ده كلام إقبال شاعر باكستان. فيحيا إنسان بغير دين يبقى كما قال ربنا تبارك وتعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل. الأنعام لها دين، البهائم لها دين، لأنها أسلمت لرب العالمين جل وعلا، كما قال رب العالمين: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يبقى الجمادات والحيوانات والأشجار والسماوات والأرض والريح والبحار والأنهار والأسماك في البحار أو في الأنهار تسبح لربها، فهي أسلمت لله رب العالمين. ولذلك قال ربنا: أولئك كالأنعام بل هم أضل. يبقى البهيمة لها وظيفة تعملها. فجاء الشرع ليحفظ الدين على الناس، ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يرتدد عن دينه، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقالوا: إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من بدل دينه فاقتلوه. وخلي بالك من حفظ ربنا لعقائد الناس ولدينهم أنه لا يكرهك على الإسلام، لا إكراه في الدين، إنما يريد ربنا تبارك وتعالى أن تأتي إليه مطيعا مستسلما لشرعه. فلما تدخل في هذا الدين نقول لك: يا حلو خلي بالك بقى، ده الدين ده في مسألة المال بيقول كذا، وفي مسألة الزواج بيقول كذا، مش بكيفك. عشان كده بنقول له قبل ما تدخل: أركان ديننا كذا وكذا وكذا، وأركان الإسلام بتقول كذا وكذا وكذا وكذا. تدخل ما تلعبش، ما تخشش بقى بالنهار وتيجي بالليل تقول: أنا إيه هرتد، أنا حر. مش الإسلام بيقول لا إكراه في الدين؟ نقول له: آه، لن نكرهك على الدخول في ديننا ابتداء، إنما إن دخلت فلا بد أن تلتزم بما شرع الله تبارك وتعالى، وإن أردت أن تبدل هذا الدين ضربنا عنقك. عشان ما تبقاش العملية إيه؟ لعبة. ولذلك هي ما طائفة من الذين أوتوا الكتاب قالوا: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. قالوا ذلك. طائفة قالت: نؤمن بمحمد في أول النهار ونجي بالليل نروح كافرين. يسألون ليه؟ نقول: والله درسنا الدين والأناء أنه باطل، فعشان كده تركناه. شوف الفتنة. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. إذن فالضرورية الأولى والكلية الأولى التي جاء الإسلام أو جاء الشرع ليحفظها هي الدين. ومن ثم لابد أن نظهر السنن، أن نظهر البدع، وأن نتكلم عن الشبهات، ونتكلم عن الشهوات حتى لا تؤثر في دين الناس، ونحارب البدع ونقف لها بالمرصاد. الكلية الثانية حتى لا أطيل عليكم: حفظ النفس. وأنا عاوز يعني أفهمك حاجة لابد أن تعلمها، وإحنا قلناها في بداية الكلام: ما أنزل الله تبارك وتعالى الشرع وما تكلم بكلام لنبيه صلى الله عليه وسلم
وما أجرى كلاما على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إلا لمصلحة العباد في الدنيا والآخرة. فده أنا عاوزك بقى تطمئن لها جدا، ما أمرك الله بشيء إلا وفيه الخير لك، وما نهاك عن شيء إلا وفيه شر لك. فيحفظ ربنا تبارك وتعالى النفس بشرعه. من أجل ذلك ينهى عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، بل يأمر بقتل النفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، بل جعل ربنا في القتل حياة، في قتل القاتل القصاص، قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. يعني قد يسأل سائل، القصاص هو القتل، قتل القاتل، يبقى في حياة ازاي؟ ده انت أمت نفس. نقول له أيوة، لأن لما هنقتل الذي قتل هيجي غيره لما يفكر يقتل بغير حق، يعرف أنه هيتقتل هيمتنع عن القتل، يبقى أحييناه وأحيا من كان يريد أن يقتله. يبقى احنا لما نيجي كده نجيب القاتل ونقتله والناس تشهد قتله، بعد ذلك لما الناس تشوف، لما واحد تسول له نفسه ان يقتل يقول لك لا ده انا لو قتلت يبقى هتقتل زي فلان اللي قتل، فيمتنع. يبقى حفظنا على ايه؟ على نفسين، نفس كان يريد ان يقتلها، وحفظنا ليه على نفسه هو. يبقى صدق ربنا، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يبقى القصاص هو القتل، فشرع ربنا القصاص، وحتى في قتل الخطأ شرع الدية، تجمع من عيلة القاتل قتل خطأ. واحد ضرب عربية، واحد ضرب بعربية إنسان ما يقصدش، أو بينشن على حاجة راحت الطلقة جاية في واحد، أو إلى آخره، فده قتل خطأ لم يقصد أن يقتل. فبنشدد على الموضوع ده برضو، بنعمل إيه فيه؟ يبقى في دية مسلمة لأهله، ودية كبيرة، 100 من الإبل، يعني قريبة من 1,000,000 أو 1,000 دينار ذهبية، والدينار 4 جرام وربع، يبقى 4,250 جرام، يعني 4 كيلو وربع ذهب. دي دية إيه؟ ها؟ قتل الخطأ. ونيجي برضو عشان ما تبقاش أعضاء الإنسان لعبة، واحد يجي لك روح ضرب واحد بسيف ينزل إيده، يضرب بسيف يطير رجله، نقول له تعالى بقى، كل ما كان منه 2 وقطعت 1 منهما فعليك نصف الدية. قطع له إيد يبقى نصف الدية، أو نقطع إيده زي ما قطع إيده. تشريع من لدن حكيم خبير. الكلية الثالثة، يبقى الكلية الأولى اللي جاء الشرع ليحفظها إيه؟ الدين. الكلية الثانية النفس. الكلية الثالثة النسل. تبقى شهيصة زي أوروبا، يجي يقول لك آخر إحصائية في بريطانيا إن أولاد السفاح لما لهمش أب، مش عارفين لهم أب، مش عارف وصلوا 1,000,000، أنا عارفهم شاب أصدقاء، واد بيصادق بنت حتى في سن 14 وحملت وتروح تولد وتخلي في الملجأ وخلاص انتهينا على كده. فيأتي الدين أولا ليحرم الزنا، ثانيا يقر الزواج، والزواج له شروطه، ويحرم الأخدان، أخدان يعني الصديقات أو الأصدقاء،
وصلوا في بحوثهم إن تعدد الأزواج عند الإسلام هو أمر صحي وسليم ويوافق المنطق البشري. ده الكلام ده بحث كتبته كاتبة دكتورة أستاذة في كلية في إحدى كليات ألمانيا، وقالت بخلاف تعدد الخدينات والصديقات والبوي فريند والجير فريند فريند مش عارفين بيبقى مين ابو العيال اللي حملت فيها، لكن ده راجل متجوز اربعه، عارفين ان اي ولد هيتولد من الاربعه دول من مين؟ من رجل واحد، يبقى عارفين النسبه بتاعته، وامهم معروفه، بخلاف ده بمصاحب دي ودي مصاحبه ده، وده العمليه هيصه، مش عارفين ده ابن مين ولا دي بنت مين، وممكن يتجوز اخته. فاولا أقر الزواج، ثانيا وضع له ضوابط وشروط، ثالثا حرم السفاح وحرم الزنا، بل حتى ييسر عليك الأمر حرم عليك النظرة المحرمة. مش جعل مثلا الخلوة حلال والنظرة حلال وبعد كده أقول لك لا ما تزنيش، ده يبقى في عنت عليك، ده هو عاوزك تقطع الطريق من الأول، فما تبصش، لأن عارف طبيعة بشريتك إنك لو بصيت هتستهوى من نظرت إليها، وحرم عليك الخلوة لأنك لو اختليت هتلمس وهتمسك وهتضحك والكلام ده، بعد كده أقولك ما تزنيش، الله هو أنت قربتني، قربت الكبريت من البنزين وتقول لي ما تولعش، ده من خاصية البنزين إنه يولع لو اتقربت منه نار. فشوف رحمة الله تبارك وتعالى بك أن حرم عليك النظرة لغير المحرمات، وحرم عليك الخلوة، ودي طرق تؤدي إلى إيه؟ إلى الزنا. ما قالكش على طول ولا تزنوا، إنما قال ولا تقربوا الزنا، تشريع عظيم، يعني أنت ما تنظر لها كده تستشعر بأنه من لدن حكيم خبير، كما قال ربنا تبارك وتعالى ويطرح عليكم السؤال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكونه يعلم طبيعتك فجاء من الأصل من الطريق من الأول وقطعوا عليك، لأنه عارفك أنك مش هتقدر تبص، أسمح لك بالبص وأسمح لك بالخلوة وأسمح لك باللمسة، وبعد كده حرم عليك أنك تزني، ده يبقى في عنت عليك. لا أنا من أول بقول لك غض بصرك، ما تختليش بامرأة لا تحل لك، ما تعملش كذا. فبالتالي أنا بحاول أيسر عليك، وده اللي هنتكلم فيه من خصائص هذا التشريع ومن محاسنه، التيسير على الناس. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولو شاء الله لأعنتكم، لو كان عايز ربنا أن ينزل تشريع يعنتكم ويضيقكم ويبقى شاق عليكم لفعل، كما كان عليهم إصر في من قبلنا، ويضع عنهم إصرهم الذي والأغلال التي كانت عليه. فالإصر من إصر إيه كان إيه؟ إن الجزء اللي يتنجس من المني يتقطع من الثوب. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا، ده لو ملين اغسله، لو ناشف افركه، من ضمن الحاجات. فالشاهد جاء الإسلام ليحفظ النسل عن طريق زواج مشروع، وهذا الزواج كمان ايه؟ مش بنت كده تبص على ولد تحبه ويحبها يقول لها يلا بينا نكتب كتابنا، يقول لا، لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. ويجي مثلا واحد يقول لك اهلها مش عايزين، نعمل ايه يا عم الشيخ؟ نقول نصبر عليهم، نشوف لهم حد يقنعهم، نشوف ايه سبب رفض الاب لك، نشوف كذا ونصبر. ولو وقع بقى في الزنا بعد ما كملنا له جميع السبل اللي تحفظ عليه شهوته، نقول له تعالى بقى حلو، انت زنيت انت بكر يبقى معذور شوية، يبقى هنجلدك بس. طب انت زنيت وانت متزوج مالكش عذر، انت شفت حاجة برة يعني هيجت الشهوة عندك، روح لمراتك اقضي حاجتك عند زوجتك، إنما تزني في بنات الناس
ما اللي زنيت فيها دي هي أم لشخص أو أخت لشخص أو زوجة، فأنت ترضى أن يزنى بزوجتك أو يزنى بأمك أو يزنى بابنتك؟ ما أنت اللي زنيت فيها دي إما زوجة وإما أم وإما بنت، بنت الحد. فأنت ترضى أن يزنى بابنتك أو يزنى بزوجتك أو بأختك أو بأمك؟ فما دمت لا ترضى ذلك لنفسك ولا وتأباه نفسك، فلماذا رضيته لغيرك؟ فنقول له تعالى أنت زنيت وأنت محصن، ليس لك حق في الحياة، تتعدم وتعدم بميتة شنيعة قدام الناس كده، والناس تجتمع ونفضل نضربك بالحجارة لحد ما تموت موتة شنيعة. تخيل لو طبق حد من حدود الله تبارك وتعالى بهذا الشكل، تفكر الزانية التي تخون زوجها الذي خرج ليطعمها وليحقق لها العيشة الهنية، بيحرت ليل ونهار عشان يسكنها في سكن أحسن من اللي هي فيه، عشان يجيب لها لبس، عشان يجيب لها مواصلة، عشان يجيب لها وسيلة انتقال، عشان كذا، وهي تسيبه يشتغل، يروح هنا ولا هناك، وتدخل عليها رجل أجنبي، رجل غريب، وتزني. لو شافت إن اللي بتعمل كده وتمسكت بترجم وتبقى فضحتها كده قدام الناس كما قال ربنا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، مش نقضي الحكم ده في ستر، لا، احنا لنا هدف من افشاء هذا الامر للناس. ليه؟ حتى يكون رادعا. فلو شرع هذا الامر، تخيل اللي تفكر بس انها تزني، مجرد انها تفتكر المنظر ده هتفكر تزني ولا هيفكر يزني؟ هيفكر وتذكر المنظر ده هيزني؟ لا. يبقى شرع ربنا تبارك وتعالى لحفظ النسل الزواج، وحرم النظر المحرم، وحرم الخلوة بالأجنبية، وشرع حد الزنا والقذف عشان يحافظ على المجتمع برضه. مش كل واحد يقول واحد يا ابن الزانية يا ابن الزنا دي نمسكه، نقول له تعالى انت شفت امه زنت بمين؟ يقول ما عرفش. يقول له حلو، طب نجلدك 80 جلدة عشان ما تقولش الكلمة دي تاني. او يقول للمرأة يا زانية او انا بشك في الولد اللي جبته منك، نقول له تعالى يا حلو انت عندك بينة انها زنت؟ لا ما عنديش بينة. نديك 80 جلدة في ظهرك، كل ما تيجي تقول الكلمة دي تفتكر 80 جلدة والكرباج على ظهرك، ما تقولهاش. يبقى دي الكلية ايه؟ الثالثة. الكلية الاولى الدين، الكلية الثانية النفس، الكلية الثالثة ايه؟ النسل. الكلية الرابعة المال. المال عصب الحياة، وجبل الانسان على حبه، وانه لحب الخير لشديد، يعني لحب المال لشديد. والدليل عليه برضه كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا، خيرا يعني مالا، وتحبون المال حبا جما، فجبل الانسان على حب المال. وفي نفس الوقت قلنا له ما تجبهوش الا من طريق حلال، فما ينفعش من ربا، ينفع من بيع وشراء، واحل الله البيع وحرم الربا، لان الربا اكل اموال الناس بالباطل. بتستغل حاجة انسان يجي يستلف منك 1000 جنيه، تقول له هاخدهم منك 1200، أكل أموال الناس بالباطل. ما ينفعش يتاخد من رشوة، زي المجرمين اللي مضيعين على اقتصاد البلد ده، في الحاجة اللي مسكوها بس 30 مليون مجموعة الموظفين الجمارك اللي محالين دلوقتي للنيابة العامة، وتوقف رواتبهم، هيدوهم نصف المرتب بس لحد ما ينتهم التحقيق. مجرمين كانوا بيفتحوا البوابة لحد الساعة 3 عشان يطلعوا الكونتينرات المهربة، وكل واحد من أكبر مرتبات النهاردة في مصر مرتبات إيه؟
موظفين الجمارك وبعدها الضرائب يمكن. يعني وزارة المالية من أكبر مرتبات ولكنهم لا يشبعون. وتيجي تبص تلقى الواد موظف ليه 10 سنين ولا 15 سنة، احسب المرتب بتاعه من أول ما توظف وحوشه له كأنه مش هيصرف منه، شوفوا يدخروا يساوي كام. تلقى الواحد فيهم راكب لك بي ام دبليو، شيروكي، راكب لك مرسيدس، وسكن في شقة في على الأشلاء على البحر 8 مليون. من أين هذا؟ من الرشوة. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الوسيط. من ضمن أكل أموال الناس بالباطل وأكل أموال العامة أشد حرمة عند الله من أكل أموال الخاصة، لأن المال اللي بيأكله ده اللي ضيعه كلنا مشتركين فيه. يمكن لو نصب عليا في 50,000 جنيه ولا حاجة مظلمته معايا أنا بس، إنما لما بيضيع على الدولة ملايين دي مظلمته مع كل من له حق في هذا المال في الدولة. شو بقى هيعوض الناس دي ازاي يوم القيامة؟ ده اللي تمسك دي 30 مليون بس. لكن أقسم لي واحد من داخل باب 20 قال لي موظفين الجمارك مع المستخلصين مع بعض ضباط المواني مع الفرقة دي كلها بتضيع على الدولة يوميا بتاع 50 مليون. 50 مليون يوميا. فإذا أحل لنا ربنا وبين لنا الطريق، وسنسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما إيه أنفقه. هذا شرع الله. نيجي نقول له بقى، أولا بنقول لك الطرق اللي تكسب منها المال وحرمنا عليك كذا، وبعدين ما جيش بقى واحد يا أخويا اجتهد واشتغل وحوش له قرشين تروح تكسر الدكان بتاعه وتكسر الخزنة وتاخد الفلوس. نقول له تعالى بقى يا حلو، ايدك دي نقطعها، ولما نقطع ايده كده على شاشات التلفزيون ويتعرف ان الحرامي بتقطع ايده، تخيل بقى اما كل حرامي يفكر يقول لك اف هبقى من غير كفة وابقى باين قدام الناس ان لص وحرامي، فيفكر 1000 مرة قبل ما ايه ما يستسهل الامر ويكسر خزنة واحد او يكسر باب واحد او الى اخره. فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ولذلك من ضمن المخابيل زمان وبيرث منهم لهم، خلي بالك لهم احفاد في الفكر، ابو العلاء المعري اعمى بصر وبصيرة، وكان قدوة لمين خلي بالك؟ كان قدوة لطه حسين. قدوة طه حسين كان مين؟ أبو العلاء المعري. وأبو العلاء المعري كان شاعر معروف له فلسفته، كان يحرم قال على نفسه أكل الفراخ والطيور والكلام ده، فسألوا ليه؟ قال دي يعني استضعاف يا عم، ربنا حلها أحل هذا؟ قل لا. وجابوا له فرخة حسس كده لقاها فرخة، فقال ايه؟ استضعفوك فذبحوك وقدموك لي، فهلا اتوا لي بقلب اسد؟ لو كانوا جدعان طب ما يجيبوا له قلب اسد ويشوهولي كده ويحطهولي. شوف اعتراض، ده اعتراض على ما احل الله. ده النبي صلى الله عليه وسلم حلف يمين بس انه ما يشربش العسل ارضاء لزوجاته، ربنا عتبه وقال له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك ترتضي مرضى تبتغي مرضاة أزواجك؟ شوف لما تحرم ما أحل الله لك عشان ترضي زوجاتك تبتغي مرضاة أزواجك؟ فإذا القضية اعتراض على ما أحل الله. فهو يقول إيه بقى؟ بيعترض على حتة قطع اليد في ربع دينار من ضمن أقوال الفقهاء بأن لو سرق ربع دينار هذا نصاب السرقة. بيقول لك الإيد دي شو بقى، أعرف فاهم شريعة كويس
وقريها كويس. فيقول ايه في الشعر بقى، بيعترض على حكم الله في السرقة. ما دي الفلسفة بقى بتاعت النخبة، العملية عندهم ايه؟ عملية عقلية. فيقول: يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها تقطع في ربع دينار. يعني ايه الكلام ده؟ يقول انتوا بتقول انتوا شريعة ايه اللي بتتبعوها دي؟ ده الدية بتاعت الايد، لو انا قطعت ايدك بتدفع كام؟ نص دية الانسان. احنا لسه قايلين احنا اللي منه اتنين، لو انت طيرته يبقى ناخد ايه؟ نص الدية. طب دية الانسان كامل كام؟ 1000 دينار. العسجد يعني الذهب، 500 يعني ايه؟ 500، نص الالف. فشوف بيقول لهم ايه الفلسفة بتاعته، بيقول اليد دي ديتها عندكم في الشرع اللي انتوا بتؤمنوا بيه، ما بيؤمنش بيه اصلا، ما بيعملش معترض عليه اصلا. بيقول ده الشرع بقى اللي انتوا بتعملوا بيه ده وعاوزين بتنادوا بيه. ده الكلام ده فين؟ خلي بالك في زمن العباسيين، لان ابو العلاء كان في زمن العباسيين، يعني في سنة 300 وحاجة هجرية، يعني ليه اكثر من 1000 سنة الكلام ده؟ عشان تعرف ان النخبة مش جايبة بحاجة جديدة، عشان تعرف ان النخبة متخلفة وعلمها رجعي، يعني مش حاجة جديدة، بس الناس كمنها ما بتقراش ومش فاهمة التاريخ ومش فاهمة الالحاد انه قديم والاعتراض على شرع الله قديم، فبتظن ان الكلام ده جديد ويفتح لك بقه كده لابو حظاظة ولابو مش عارف ايه ولابو مش عارف ايه، كأن بيقولوا كلام يا فعلا ازاي مش فاهم حاجة. للأسف الناس حتى التبس عليهم، الناس اللي عارفة التبس عليهم الأمر. فقال: يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها تقطع في ربع دينار. يعني ديتها 500 دينار ذهب، لو سرقت ربع دينار نقطعها؟ شرع ايه ده؟ فرد عليه القاضي عبد الوهاب المالكي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فبيفهمه وقول له: يا غبي يا أحمق، ما انت مش فاهم القضية. قال له: عز الأمانة أغلاها. لما كانت أمينة ومعصومة، فلما جاء إنسان واعتدى عليها دفعنا ايه؟ 500 دينار، بقت غالية. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. اللي رخصها لما ايه؟ لما سرقت. خانت فهانت، لما خانت هانت وبقت قيمتها بربع دينار، لكن لما كانت أمينة واعتدى عليها إنسان عملنا له ايه؟ قلنا له: نقطع ايدك يا اما تدفع لنا 500 دينار. لكن لما خانت وسرقت وتلصصت واعتدت على حق الغير قطعناها في ربع دينار. فالقاضي عبد الوهاب من المالكية، من علماء المالكية، قال: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. ما انت مش فاهم الحكمة منين؟ مش فاهم. طمس الله على بصيرتك. إذن دي الكلية كام؟ الرابعة، حفظ ايه؟ المال. جاء الدين الشرع لحفظ أموال الناس. نأتي إلى الكلية الأخيرة وهي العقل. العقل ده، هل يكون الإنسان إنسانا إلا بعقله؟ نسأل الله أن يثبت عقولنا. بالله عليك لما تشوف إنسان تروح المستشفى الأمراض النفسية، عاوز تشوف تمام النعمة عليك، روح زور الأمراض النفسية كده وشوف الناس اللي فقدوا بعض عقولهم ولا اللي فقدوا عقولهم في مستشفى العباسية أو غير، شوف بيتصرف إزاي. ممكن يجي قدام الناس ويكشف عورته ويتبول، ما تفرقش معاه. ممكن يقول الكلام. مرة حكى الشيخ محمد حسان، كان في زيارة مش عارف في مستشفى أمراض نفسية، وقال: رأينا فتاة آية في الجمال، آية في الجمال، وإذا بها بعد لحظة راحت ألعى كل هدومها. فدورنا وقلنا: الحمد لله الذي حفظ علينا عقولنا. ولذلك مناط التكليف هو إيه؟ العقل. من فقد عقله لم نحاسبه حتى لو قتل. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3:
منهم المجنون حتى إيه؟ يعقل. يبقى عملية العقل هي المحور في جعل الآدمي آدمي. ولذلك يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني لهم قلوب ليس لها عقول، ما فيهاش فقه، ما فيهاش علم، فإذا فقد عقله لن نكلفه. ومن شوف بقى يأتي الإسلام ليحافظ على هذا العقل فيحرم إيه؟ الخمر. لسان ربنا عاوزك صحيله دايما فايق. يحرم المخدرات. شوف انت بقى ما بيشرب الخمر بيعمل ايه؟ شوف اما بيبلبع له برشمتين يكلمك كده هو عينه جفنه تقيل، يعني مين؟ يعني فين؟ دي مين دي؟ بنتي ولا مراتي؟ مش عارف، ضايع. وحصل اعتداء من ولد على امه نام معها بسبب المخدر. فإذا لما بيأتي هذا الدين ليحفظ العقل، لأن الله يريدك عاقلا. ودايما حتى تلقى في شروط التكليف، شروط الصلاة يقول لك أن يكون كذا وكذا وكذا، مسلم عاقل رشيد إلى آخره. ففقد العقل يما ما عليهوش تكليف، سقط عنه الحج وسقطت عنه الزكاة وسقط عن كل تكليف، سقط عنه مدام فقد عقل. فإذا جاء الإسلام أو جاء الشرع ليحفظ عقل الإنسان. جزئية أخيرة حتى لا أطيل عليكم، بدل الكليات الخمسة تكلمنا في بداية الكلام عن التباين بين الله الخالق وبين العبد المخلوق. حد الخمر جلد 40، جلد 40، وفيها كلام بقى لو جيء في المرة الرابعة بعض كلام، ولكن الحديث ضعيف وضعفه كثير من أهل العلم يقتل. وسبحان الله أخوانا، يعني حتى بعض العلماء يعني قال، يعني الإمام علي رضي الله عنه قال يعني نعاقبه بحد المفتري. المفتري اللي هو بيقذف، يعني بيقول إنسان زاني، أو حد القذف كام؟ 80. قال لك لأنه لما بيشرب الخمر يغيب عقله، لما يغيب عقله يهذي، يعني ممكن يرمي إنسان بريئة بالزنا أو يرمي إنسان بريء بالزنا، فأخذ الحمل على هذا. ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر 40 جلد، ده الوارد بالسنة الصحيحة. فإذا نقول أنه حرم الخمر، بل لعن الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله الخمر، مش الخمر الشاربها بس، لا، حاملها وشاربها وشاهدها والمحمولة إليه، بل وعاصرها. يعني في بعض الشباب بيروح أوروبا فترة الصيف في فرنسا عشان موسم العنب، ويساهم في إيه؟ في أطف العنب وصناعة الخمر. نقول له أنت داخل في اللعن، أنت داخل في هذا اللعن، بل لا تجلس على في مجلس في تشرب فيه الخمر حتى لو كنت لا تشربها. ولذلك لما قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، قال علماؤنا الأمر بالاجتناب أقوى من الأمر في التحريم، أقوى من الأمر بعدم الشرب، أو أقوى بالنهي عن الشرب. اجتناب يعني المكان اللي فيه خمر ما تقعدش فيه، يعني ما يجيش واحد صاحبك يروح شدك، معلش في التعبير، ويقول لك تعالى نقعد انت تتبسط تسمع نكت ومش عارف ايه ونقعد في المخانة. يا عم ما تشدش، انت ملكش دعوة. قعدتك مع الناس دي فانت مشارك لهم في المنكر. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى في كتابه: لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فكان خير من فسر هذه الآية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: كان الرجل من بني إسرائيل يلقى أخاه يفعل المنكر فيقول له اتق الله هذا منكر، ثم يأتي في اليوم التالي لا يمنعه ذلك عن من أن يكون جليسه وأكيله وشريبه، فضرب الله قلوبهم بقلوب بعض فأخذتهم اللعنة جميعا.
ما دام انت قاعد مع العاصي وبتضحك معه وبتنكت معه وبتروح وتيجي معه، هيحس فيك بغيره على دينك كيف؟ لازم يحس في ان في اختلاف بينك وبينه، بانك تغضب لله بانك غير راضي عنه. يبقى انت بتنصحه في مقابلتك، بتنصح فلان مش هتصلي، فلان كذا، شوف فلان مات، ده كان معانا في شاب في سننا، شوف 25 سنه اصغر مننا بعشر سنين مات، شوف فلان كذا، تذكره. لكن تقعد معاه بعد ما تذكره وتضحك معاه وتنكت معاه وتاكل معاه وتشرب معاه، يحس ما فيش فرق بينك وبينه. ولذلك لما امر ربنا جل وعلا جبريل بان يهلك قريه، قال جبريل ان فيها عبدك فلان عبد صالح، قال به ابدأ التدمير بده، لأنه ما كان يتمعر وجهه من أجلي، كانش بيغضب عشان، كانش بيزعل عشان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا لله عليه الصلاة والسلام. يبقى دي أمور يا أخواننا لازم نخلي بالنا منها. فكل هذه الأمور تكلمنا فيها، يعني بقيت جزئية يسيرة جدا، بأن شرع الله شرع يشمل كل شيء ويصلح لأي زمان ومكان، لأن الذي شرعه هو الله تبارك وتعالى الذي لا يعتريه الخلل ولا النقصان. يبقى شرع كامل، يستمد هذا الشرع كماله من كمال من أنزله، والله تبارك وتعالى منزه عن النقص، موصوف بكل صفات الكمال. فتجد كل صفات الكمال في ايه؟ في شرع الله. هتلقى مثلا فيه الرحمة، فيه الرحمة لأن الله موصوف بالرحمة. فيه اليسر، فيه اليسر لأن الله تبارك وتعالى يريد بالعباد اليسر، قال وما جعل لكم عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ودي قالت في معرض ايه؟ معرض الصيام. فيجي في السفر تعب مشقة، يخلي لك الصلاة الرباعية ركعتين، ويخلي لك تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. يجي في رمضان مريض يقول لك افطر، في سفر يقول لك افطر واقضي بعدين، الحامل مش قادرة تصوم نقول لها افطري وصوم بعدين، او افدي عن كل يوم ادفع فدية الى اخره. كل حياتنا مش قادر تصلي وانت واقف، صلي وانت جالس، مش قادر تصلي وانت جالس، صلي وانت نايم، مش قادر تستخدم الماء هيضرك، او الماء مش موجود تيمم. يبقى اذا هذا شرع من لدن من يعرف حقيقتك، اللي ينفع معك فشرعه لك. لا يأمر فيه ربنا الا بكل خير، ولا ينهى فيه إلا عن كل شر. خذ عندك بقى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى، ها دي الحاجات اللي أمر بها الأولانية، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يبقى ما أمر ربنا بشيء في شريعته إلا وكان خيرا لهذا الإنسان، وما نهى عن شيء إلا وكان هذا الشيء فيه شر للإنسان. ولا بد أن تعلم أن رحمة الله بك أكثر من رحمة أمك بك. شوف أمك بتخاف عليك إزاي، بتقول لك خلي بالك الدنيا بردت، العساكر لبسوا الأسود، ابدأ أنت البس التقيل ومش عارف إيه والكلام ده، وخلي بالك ومش عارف وأنت بتعدي الشارع، وخلي بالك من شوف حرص الأم على الطفل إزاي على ابنها. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب بذلك مثلا في الأسر، المرأة التي كانت في الأسر وقد ضاع ولدها، فلما وجدته لصقته ببطنها، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال العجيب، قال أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ الست دي اللي انتم شايفينها ممكن تمسك ابنها ترميه في النار؟ قالوا كيف يا رسول الله وإحنا نحن نرى ما نراه؟ قال لله أرحم بعبده من هذه بولدها. يبقى هؤلاء الذين يريدون أن يصدوا عن سبيل الله ويبغون السبيل عوجا ويحاربون شرع الله، ما في قلوبهم إلا نفاق،
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ولما تنزل المصيبة يقول والله ده احنا كان قصدنا خير إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم أو عظهم يعني وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال بعدها ربنا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. كونوا مدافعين عن شريعة ربكم، كونوا واقفين بالمرصاد لكل من يحاول أن يحارب هذا الشرع، ولكل من يحاول أن يجنب هذا الشرع عن حكم الناس. ووالله لن يأتينا الخير سواء كان هذا الخير اقتصاديا أو أمنيا إلا باتباع منهج ربنا. قال تعالى في أهل الكتابين من قبلنا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال ربنا تبارك وتعالى ليذكر قريشا فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وده الاقتصاد وآمنهم من خوف وده الأمن اللي احنا طالبينه. مش احنا طالبين اقتصاد وأمن؟ لن يأتي إلينا هذان إلا بقرب من الله وعمل بما أنزل الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا جميعا من المدافعين عن شرعه، وأن يجعلنا جميعا من الداعين إلى شرعه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولي أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يهديه إلى سواء الصراط، وأن يجعله شوكة في نحور الحاقدين والمحاربين لشرع الله، وأن يجعلنا سندا له في إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، كما نسأله جل وعلا أن يكشف الكربة عن إخواننا في غزة وعن إخواننا في سوريا، وأن ينصرهم نصرا مؤزرا، وأن ينتقم من الصهاينة المعتدين، وأن ينتقم من هؤلاء المجرمين من بشار وأمثاله من الطواغيت. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.